فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في الجامعة وتتعارض دروس الجامعة مع حضوري لدروس أهل العلم في المساجد، بماذا تنصحونني في ذلك وماذا أقدم؟ إيش يقول؟ يقول: أنا طالب في الجامعة وتتعارض دروسي في الجامعة مع حضور دروس أهل العلم في المساجد، فبماذا تنصحونني وماذا أقدم؟ لا يقدم دروس الجامعة، يعني ترتب عليها ضياع وقته وترتب عليها ضياع شهادته وترتب عليها أضرار، يقدم دروس الجامعة، فإذا بقي عنده وقت يروح لدروس أهل العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.